call me a god. انها تعطينا اكسس لل للفلوس. اغراق سفينة نفس الشركة التجارية الهولندية. اتوقع اللي هي هذه اخر مهام، ما متأكد بس توقعي انها اخر مهمة. نقرب نستخدم التانك. نريد قطع الذهب كامل صراحة. ما كنت مستوعب انك لازم تخلص عشان الذهب. توقعت انك تقدر تستمتع باللعبة قد ما تريد او الفضة قد ما تريد. ومتى قررت انك تريد تخلص الستوري؟ خلص الستوري خصوصا الالعاب العالم المفتوح ما تكون يعني مجبر من انك تتبع خط معين من القصة، بس الحين نلقى نفسنا مقيدين ونحتاج فلوس اكثر. ف بهالطريقة الحركة الوحيدة اللي تقدر تسويها انك تخلص الستوري. سفينة جديدة ما غيرنا فيها في الكستمايزيشن اي حاجة، تشوفوها مثل ما خذيناها امس. صنعتها قبل عن اخلص البث، واليوم تبدأ اول مهامها اللي هي اخر مهمة في الستوري على ليفل 9. ما اعرف اذا بتكفينا هذه ولا لا. نروح بشكل عمودي صح على يسار. الهولندية، القلعة الهولندية هذه ليفل 15 ولا لا؟ تم. ما عندي دوريان ابدا لاني طبقته كامل. زين انتبهت على هالشي الحين عشان نسوي كذا. نكمل الطريق ووصلنا قريب من منطقة منطقة الستوري. طبعا هنا السيطرة ما لم ينصح بها صراحة. في أفريقيا هي أكثر المبالغ اللي تقدر تجيبها من الذهب، و أحتاج يعني إني أفتح أفريقيا. الحين عندي 1200 قريبين، يعني أقول شحنة واحدة لو كان عندي فلوس، يعني بيكون شحنة واحدة. عشان كذا اريد اخلص هذه المهمة ونفتح التجارة مع الملوك. ليفلها 6. نشوف كريتيكال هيد. كريتيكال هيد ثانية وفجرنا الكريتيكال هيد. تم الإغراق. الحين يجب استعادة الترمايت من صندوق توصيل في قلعة القلعة. نشوف هنا فاست ترافل. يطبقون وما اقدر ادافع. على بالي ان عندي نسرق القنابل المدفعية ونشوف اذا نقدر ننزل هنا نسوي فاست ترافل. اتوقع ما عندي فلوس للفاست ترافل، عسى ان نقدر نبيع حاجة ونتمنى نسوي فاست ترافل. اذا ما في حاجة اريد ابيعها ببيع اي شيء فقط عشان اعقل واسرع المهمة. مهرب عبر التاريخ، عبر البحار، عبر التاريخ. من وين جبت هالكلمة؟
يعني قريتها في مكان قصدي هنا، ولا نبيع لك؟ أعرف إني بعت بخسارة، لكن نريد نشوف هنا القلعة ونشوف المشن المطلوبة منا على نهاية 15 دقيقة الأولى من هذا البث. ما في حاجة نقدر نبيعها له، فنروح نوصل للصندوق ناخذ عمولتنا، ذهبنا، فضتنا، whatever. ونشوف تقديم. إذا هل هي النهاية ولا؟ أوكي، حدث أمر ما، ما قدرت أسلم. أنا شال الثرمايت ولا ما شاله؟ دام هنا المشن يعني أكيد شال لنا. يجب استعادة الثرمايت من صندوق التوصية في قاعة كليلوار. أوكي، قاعة كليلوار. أوكي، وين تكون قاعة كليلوار؟ هذه قاعة كليلوار. هل في في شيء غلطنا فيه؟ ما اشوف في حاجة توحي انه المفروض انه عندنا شيء. صندوق التوصية او فقط هي مجرد قراءة ورقة؟ ما ظهرت لي صراحة. المشاكل اللي في اللعبة اللي ما تنتهي. يجب استعادة الثرمايت من صندوق التوصيل في قاعة كليلوار لحمام الشركة. اوكي، ما صار شيء، بس اللهم رجعنا هناك وجينا هنا و خسرنا فلوس، وما اعرف اذا اقدر ارجع الى، هل صار عندي فلوس؟ ما اعطوني فلوس. الحين نحط على السفينة، إدارة السفينة، ونحط عليها الثيرمايت الليفل 33. يعني يرجعونا لليفل 9. نهب كامبونج، اوكي اظني لعبت عليهم، بس الحين دام اننا نستخدم الصواريخ فا اوكي اعطونا صواريخ، وننقل هذا الى الشحنة، ونرجع ذخيرة الهاون، ونشوف المشن وين موجودة قريبة منا. ف نبحر مباشرة ونشوف إذا نقدر نخلصها بسرعة. أهلا وسهلا في البث. أي وذن؟ ما زال يشحن الصواريخ، عندنا 500 صاروخ. ونشوف الموسم الأول. ما زلت ما استخدمت التوكن مالي، ف أقدر في وقت آخر إني أو أقدر من هنا.
استخدم التوكن. مرحبا في المتجر، يمكنك شراء العناصر التكميلية مقابل whatever. ما اريد اشتري هذه، ما يعجبني اشتري حاجات customizations للالعاب. هل يعني اذا نزلت السيل اكون اسرع؟ لا، اذا ليش؟ يعني طبيعي انه لو تنزل السيل تكون اسرع، بس صارت ابطا اذا كنت عكس الاتجاه هذا. وين انا شفته في لعبة اتوقع كانت كذا ولا؟ ما اتذكر صراحة اي لعبة. الحين نريد كامبونج سوبر المرحلة الثالثة، سوبر وتدمير الابراج بالثيرمايت. انا ما جبت الثيرمايت صراحة. فنشوف. في شخص يهاجم تنجوانا هذا. لا الرينبا، اوكي الحمرين الرينبا، واتوقع هم الحاجة المساوية لل للفرنسيين. نشوف نقدر نبدأ نصوب الحين ولا؟ اوكي انا جايب من الحين اللي يضربني. الرين بيهجموا عليهم يساعدوني. هذا بيصير. اوكي ماذا حدث؟ ضيعت علي تصويبه. تحصين جيد. كيف وقفت السفينة؟ نرجع ونسوي تعبئة، لكن اوريدي انا خسرت ال
خلصنا من الحصون، فهذا حاجة إيجابية. نطيح هذه السفينة، نحاول نطيح هذه بعد. هذه الريمبا ليش تهجم علينا؟ ليش الريمبا يهجم علينا؟ نضربهم بهجوم من الطاقم ونضربهم بصاروخ، ما يقدروا يتقلبوا. ايش هذا اللي خلصته؟ ومن اللي هذا خلصنا منه. اتوقع الحين مرة ثانية بيكون في دعم. خلصنا الجزء الأول، والجزء الثاني يبقى لنا الجزء ثلاثة أجزاء تقريبا. الحلو إنه مش حصن، فما بيكون في مرة ثانية يعني إعادة تلقيم للحصون أو الأبراج اللي تغلبت عليهن. توصل يعني لازم انتظرهم يجيون من هنا. خلينا نسوي هذا الهلف على الاقل. خلصنا. ليش يجي ببلاغ رحمة؟ احنا ما خلصنا حتى النهب، عملية النهب. اوكي، تخلص ثلاث عمليات نهب بس، كانت صح المشن. بس بما ان بدينا، فخلينا نخلص السفن هذه الصغيرة. كم باقي؟ وهل شليت اصلا انا كمية من المال؟ اوكي، هذا على الاقل شوية قنابل وفلوس فضة تساعدنا في الفاست ترابل. ما صبناهم. هذا واحدة، الثانية وين؟ ولا ما حسبوا لي اياها انها واحدة؟ نصوب ونرجع مرة ثانية حال السفينة. أظن آخر مرحلة هذا.
المفروض انها تحترق. تخيل ان اصعد على السفينة ومن ثم تحترق. السفينة الاخيرة ونروح ناخذ اللوت اللي نتمنى انه يكون ريوردينج على الاقل، لانه ضررنا السفينة كثير والرسك كان عالي وبعدنا ما قادر ادمر هذا. اوكي اخر واحدة ان شاء الله. قول خلصنا. خلصنا مهمة النهب ونرجع لرحمة. نشوف أقرب فاست ترافل نرجع لرحمة، ونتمنى أن تكون هذا آخر ميشن من ميشن ستوري عشان نرجع مباشرة بدون فاست ترافل لتلوك بنجارة، لذلك عندنا 5000 نقدر نستخدمهم في عملية خلاص. الباقي نخليه للسفر. اوه كنت بموت بسبب اني جالس اعبي. ما اعرف استخدم هذا. اوكي انسحب ونكمل المشوار وطريقنا الى رحمة. يحتاج ان نزيد الهيلث. وش هذا الحدث اصلا اللي كنت جنبه؟ كاكاو شهرة 50 الى مرفأ المرأة. ما اني كنت افكر اني مثلا اروح ولا اي حاجة، لكن قلت يمكن يكون كنز اسطوري، لانه في عندنا في هذا المهام تحديات. نشوف خلصنا واحدة اتوقع. اوكي يقبل طهو 50 من الطعام، سيتم تحديد الاحداث. ما خلصت اي حاجة. يقبل حصل على 1000 من الفضة، 100000 ولا 1000 ولا 10000 يعني، اتوقع 100000. اذا رجعنا الى مقرنا المنطقة الامنة ونشوف رحمة وش تقولنا، وهل خلصنا ستوري معها او لا. ذكرت من Game of Thrones، بس وش كانت الكلمة؟ يا تشير تشير كذا كان يقول اتوقع. وش كانت؟ ما قدرت اتذكر. يلا اتوقع انها اخر مهمة مع رحمة وتفتح لنا البيع ان شاء الله. That ship is so heavy. I'm surprised it moved at all. Well, aren't we getting good at this? Everybody did exactly what they were supposed to. This invention you retrieve, they call it the thermites. Blundering scouts stick it to the base of towers, and it reduces them to rubble.
Its effects are far from pretty. The explosion doesn't discriminate between stones and lives. I'm giving one to you. The termites mean carnage, but it's what they asked for. I knew explosives would excite you. I only needed to hear it with my own ears. The Chinese merchants were very cautious. They hid more of this new invention, scattered it around the Indian Ocean. Beyond giving us a tactical advantage, it is the first time we take something that was never ours, something they felt was their own. And that feels good. أتوقع بعدها مثلا واحدة 2000 نقطة. I've learned to adapt my tactics. بتكون. I've made cunning partners. And now I have obtained the tool of a real pirate. I have never felt more ready to fight. اللي هي المهمة اللي تتكلم عنها مهمة الحرب هذه عشان نقتل فان كينكل ولا ايش اسمه.